أنا سعيد لتذكري وضع أغراضي في الخزانة، فقد أصبحت حقيبتي ثقيلة. مهلاً، لقد نسيت وجود هذا في جيبي. لفافة كاملة من علكة لذيذة، إنها على وشك أن تتغطى بالأوساخ. بسرعة، أمسك بها قبل أن تقع. لا، علكتي. يا ما لم تكن تحب الشعر والأوساخ، فإن هذه العلكة غير صالحة للأكل. يا إنها مقززة. ما الذي حدث لهذا الشيء؟ يا أبعده عن وجهي. ما الذي ستفعله بشريطي اللاصق؟ سترين. هل تعلم أن موزع الشريط اللاصق قد يعمل كحامل للعلكة؟ أولاً، غير شكل موزع الشريط مع بعض الطلاء. يبدو رائعاً. الآن ضع لفافة العلكة داخله. مرحباً لالي، كيف الحال؟ مرحباً كيفن، هل يمكنني الحصول على العلكة التي وعدتني بها؟ هل تقصدين هذا؟ ها؟ خذي قطعة. ستحصل على الحجم المثالي كل مرة. هل يمكنك تخيل قضاء يوم كامل بدون علكتك المفضلة؟ إذن ربما تعرف أن مضغها أثناء الحصة قد تكون مهمة صعبة. نعم، نكهتي المفضلة. 1، 2، 3، انفخي. لقد أخفتني يا لالي، وإن أعطيتني علكة فسأسامحك. كيفن، لا يمكنك سرقة علكتي هكذا. إن كنت بحاجة إلى إخفاء علكتك، فقد يكون الحل أمامك مباشرة. إن كان لديك قلم تحديد، فأحضر المشرط واقطع رأسه البلاستيكي، ثم ضع بعض الغراء الساخن على الرأس الذي قطعته للتو. ألصق الرأس الآن على طرف علبة العلكة. إن كان بإمكانك طباع شعار القلم على لون مطابق، فقد حصلت على موزع علكة سرية. لن يعرف أي أحد أنه يمكنك مضغ العلكة أثناء تحديد ملاحظاتك المهمة. سنحافظ على سرنا الصغير، اتفقنا؟ لالي، هل تمضغين علكة؟ لكن أين العلكة؟ لا أراها على طاولتك، وذلك لأنها مخبأة في قلم التحديد. المعذرة يا كيفن، ما لا يعرفه لن يؤذيه، صحيح؟ قد يباغتك الجوع أحياناً في الأوقات غير المناسبة، مثل حصة التاريخ. أو لا! كيفن، لا أصدق أنك فعلت ذلك. رقائق البطاطس متناثرة على طاولتي. تفضل، استخدم هذه المناديل لتنظيف هذه الفوضى. لقد كان مجرد حادث. مهلاً، هل تريد جعل كيس رقائق البطاطس مقاوماً للانفجار؟ أزل الغطاء البلاستيكي وضع علبة المناديل جانباً. ألصق الغطاء على منتصف الكيس هكذا. بعد ذلك، استخدم المشرط لقص الكيس داخل الغطاء. جيد، الآن أغلق الغطاء حتى وقت تناول الوجبة الخفيفة. الآن، بدلاً من تناثر الفتات في كل مكان، يمكنك الاستمتاع بتناول رقائق البطاطس دون أي فوضى. أو يشارك كيفن طعامه، هذا لطيف. أوقف الدرس لثانية، فأمي على وشك نفخ فقاعة ملحمية. أو إنذار خاطئ. أو لا، المعلمة قادمة. هل تمانعين لو ألقيت نظرة على ملاحظاتك يا أمي؟ واو، صفحات دفترك فوضوية وغير مرتبة. كيف يحدث هذا من الأساس؟ يا للأسف. ماذا عن دفترك يا لالي؟ رائع، إنه مثالي مثلك، أليس كذلك؟ امتياز كالعادة. مهلاً، كيف يمكنك إبقاء دفترك مرتباً هكذا؟ يبدو أن أمامنا حيلة أنيقة للأوراق. هل ترغبين بمشاركتها معنا يا لالي؟ يمكنك صنع واق للصفحات في المنزل. ما عليك سوى طي ورقة مربعة بيدك بحيث تطابق الزوايا هكذا. مع إبقاء الورقة مطوية، خذ زاوية واحدة وطابقها مع الزاوية العلوية. افعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. حالما تنتهي من الضغط على الثنيات، افتح الزوايا. ضع الزاوية العليا في الأسفل واضغط الجزء المطوي. بعد ذلك، دس كل زاوية في الجيب الذي صنعته للتو. تأكد من أن الحواف مدسوسة بعمق قدر الإمكان. اقلب القطعة بحيث يصبح الجزء المطوي بعيداً عنك. في زاوية المطوية الأولى، ارسم عيناً مغلقة مع رموش. باستخدام ورق بلون مختلف، اصنع أهداباً والصقها على الثانية هكذا. أضف قرناً لماعاً وأصبح لديك يونيكورن ورقي. يمكنك الآن حماية الصفحات في كتبك ومجلداتك من التجاعد. جميل جداً! شكراً على الفكرة الممتازة يا لالي. إذن، ما الخطط لهذا اليوم؟ أو لماذا أشعر ببلل شديد؟ أو يبدو أن أحد أقلامك سرب حبراً أسوداً على جميع أغراضك يا أمي.
أوف، مقزز جداً، صحيح؟ لكن ربما لم تتلف أغراضك بالكامل. نعم، يبدو أن فكرة ذكية خطرت لها للتو. هل ترغب في إطفاء بعض الألوان على أقلامك؟ املأ وعاء كبيراً بماء وأحضر طلاء أظافر بلونك المفضل، ثم اسكب طلاء الأظافر في الماء. بمجرد قيامك بذلك، لا تتردد في إضافة المزيد من الألوان وتوزيعها عشوائياً. الآن خذ قلمك واغمسه ببطء في السائل، ثم ارفعه وأخرجه بنفس الطريقة. يمكنك القيام بذلك عدة مرات حسب رغبتك، ويمكنك تجربة ألوان مختلفة. واو، من أين حصلت على هذه الأقلام؟ هل تريدين استخدام واحد؟ شكراً يا آمي. يا لها من طريقة لتحويل الليمون إلى ليمونادة. لقد بدأت المدرسة، وتعلم ما يعنيه ذلك، عقولنا في وضعية العمل. لكن مع الأساتذة تصبح الحصص وساعات الصباح الباكرة تحديات كبيرة. مرحباً، حان وقت الاستعداد قبل بدء الحصة، وهذا يعني إخراج الأساسيات. حسناً، لست متأكدة ما إن كان العطر ضرورياً لحصة الاجتماعيات. ستحتاجين بالتأكيد إلى أقلام ولوح ظلال عيون. لكل منا طريقته. صوفيا، هل تحتاجين حقاً إلى إخراج مكياجك لهذه الحصة؟ بالنسبة لمهووسات المكياج مثل صوفيا، فإن عدم وضع المكياج يماثل ترك الوجه في المنزل. مرحباً؟ أو لا تريدين الحصول على هذه النظرة من أستاذتك؟ سأضع مكياجي في الحقيبة، سأخفي كل شيء. أوف، كان ذلك وشيكاً. هل ستتعلم صوفيا؟ كان الفن القوطي فريداً لاستخدامه. أمي؟ من أيقظني من سباتي؟ يا إلهي، لماذا تحدقين بي هكذا؟ انسي الأمر، حسناً لنعود للدرس. لماذا يتصرف غريب الأطوار بشكل مخيف في المدرسة؟ أوف، مرعب. أنا معقدة للغاية لهذا العالم البشري. أوف، أعرف الإجابة، 7 أم 9؟ أوف، هذا النقر مزعج، والضغط على القلم أسوأ. لا تضربي ذاكي، لا تضربيها. والآن مضغ العلك. ولزيادة الطين بلة، لدينا قدم تهتز. طفح الكيل، لا أستطيع تحمل ذلك لثانية أخرى. ألا يمكنك الجلوس بهدوء لدقيقة واحدة؟ كلا، لا تفعلي ذلك ذاكي. حسناً، هل يعرف أي أحد إجابة هذه المعادلة؟ عندما يعجز الجميع عن الإجابة، هناك دائماً شخص واحد متحمس للإجابة. ماذا؟ لا تنظري لي. بسرعة، اختاري صوفيا قبل أن يسقط ذراعها. أي أحد عدا صوفيا التي أجابت على الأسئلة 5 الماضية؟ يا إلهي، اختاريها فحسب. مهما حصل، فلن يتوقف الطالب الذي يعرف كل شيء عن محاولة استعراض معرفته حول أي موضوع. حسناً، أجيبي يا صوفيا. أنا؟ نعم، أعرف الإجابة. عند حوالي 3 مساءً، من الصعب تجاهل أصوات بطنك الجائع. لا بأس من تناول وجبة خفيفة في منتصف الحصة، صحيح؟ لكن حاولي ألا تمضغي بصوت عالٍ. كان ذلك مدوياً. رشفة صغيرة فقط، وسأضعه في الحقيبة. لحظة، ما هذه الرائحة؟ عصير برتقال، شوكولاتة. ذكي، يمنع الأكل في الصف. إنها مجرد تصبيرة صغيرة حتى العشاء، أترين؟